أخرى. يقول: أشعر بنفسي أني متكبر، فماذا أصنع؟ أقول لك: الكبرياء ردائي، كما يقول الله في حديث قدسي: فمن نازعني ردائي. اللي ينازع الله في رداء الجبروت، الله الوحيد الذي له الحق أن يتكبر. أما أنا وأنت فأولنا نطفة وآخرنا جيفة، وما بينهما معمل عذرة يحمل العذرة، كما يقول الرجل أحدهم قال هالكلام. لا تتكبر، لأنك لا تختلف عن غيرك، لست أفضل من غيرك، ولعل غيرك أفضل منك. واعلم أنه لا يدخل الجنة أي متكبر في الحياة. أحد أصحاب الإمام الصادق كان عنده أموال، الإنسان ليش يتكبر؟ لأن عنده علم. زين، علمك أكثر من غيرك، لكن غيرك ربما أفضل من عندك. مالك أكثر من غيرك، لكن غيرك شخصيته، إيمانه، قلبه، روحه أفضل من عندك. قال له الإمام الصادق: روح اقعد بالشارع وبيع. هذا تاجر كبير، اشترى له ما أدري في ذاك الوقت افرض طماطة، خيار، خلاله فتسلة بالشارع قاعد يبيع. اجوا أولاده، اجوا الناس: ليش تبيع؟ قال: إلا أنا خلص هذا ما أقوم من مكاني. لأن كان شوية بدأ وياه الكبر. حارب الكبر في نفسك منذ بدايته، مو يوم اللي تتحكم فيك وتشوف نفسك أكبر من الآخرين. حينما ترى نفسك أكبر من الآخرين، اعرف أن التكبر قد تمكن منك.